انا جايه بخصوص القضايا بتاعت حضرتك ومعادي معاك قبل ساعه من دلوقتي. ممكن اعرف ايه اللي وتركوا في القضايا بتاعتي وخلاكوا عايزين تناقشوني فيها بسرعه؟ الملف ناقص اوراق كتير وانت الوحيد اللي تقدر تجيبها لنا. وانا دلوقتي مش فاضي علشان ادور على اوراق. طب خلاص يا عصام مش مشكله، انا هقعد مع الاستاذه واعرف الاوراق ناقصه واكملها لها. مين حضرتك؟ انا نوال الكاشف، اخت الاستاذ عصام ومديره مكتب. اتفضلي معايا في المكتب. ثانيه واحده نوال، ثانيه. انا لما كلفت حامد مختار شخصيا بالقضايا بتاعتي الحقيقه ما قاليش انه هيحولها عند محاميه تشتغل عنده. حامد بيه لو ما كانش مهتم بملفك ما كانش حوله عليا انا شخصيا، واديني دلوقتي رايحه اعتذر له عن المهمه العظيمه اللي كلفني بيها. استاذ حامد انا بعتذر عن قضيه عصام الكاشف. كل ده عشان سوء تفاهم حصل بينك وبينه في مكتب؟ ده مش مجرد سوء تفاهم، دي معامله وحشه جدا وانا ما اتعودتش عليها ولا يمكن اقبلها. غريبه، مع ان عصام الكاشف معروف بمعاملته الحلوه وحبه للناس. ما انا برضه كنت فاكره كده، لكن يظهر للحقيقه حاجه والتلفزيون حاجه تانيه. بلاش تتسرعي وتظلميه، انت عارفه ان زي عصام الكاشف بيبقوا مراهقين من الشغل ومشغولين قد ايه؟ هو انا كنت رايحه اهزر معاه، انا كنت رايحه له بشغل برضه. اوعدك لما تروحي له المره الجايه يعاملك معامله تانيه خالص. انا اسفه يا استاذ، انا مش هقدر اروح للراجل ده تاني، ويا ريت تكلفني بشغل تاني او توافقني على طلب الاجازه. انا شايف انك انت منفعله شويه، ايه رايك تروحي وتهدي اعصابك وبكره نبقى نتكلم. انت كنت عصبي زياده عن اللزوم مع المحاميه. هي اللي كانت جايه تتخانق؟ لا، هي حافظت على كرامتها وعشان كده انت احترمتها وحسيت انك غلطت في حقها. حبيبتي مش هتبطلي بقى تحليلاتك النفسيه دي؟ طبعا لا، لانك اخويا وحافظك. بصي انا هكلم حامد مختار علشان يبعت لي محامي راجل هو اللي يباشر القضيه. اهلا يا حامد بيه. لا يا حامد بيه، لا لا، هي اللي عصبيه جدا. طبعا انت عارفني كويس. بص يا حامد بيه، القضيه دي صعبه ومحتاجه محامي راجل هو اللي يباشرها. طيب حاضر، ما دام حضرتك شايف كده انا ما عنديش مانع. مع السلامه. خير؟ قال لك ايه؟ قال لي انها ب 100 راجل وانها محاميه شاطره جدا وان لو مش واثق فيها بقى مش واثق فيه هو شخصيا. والله يعني انا شايفه ان عنده حق، يبقى لازم تروح تصالحها. ده كلام برضه نوال. ماشي يا سيدي، ما تروحش انت، سيب لنا الموضوع ده. ايه ده؟ بقى بعد كل اللي شرحته لك ده برضه حليت المسائل غلط؟ يا بابا انت اللي مش عارف تذاكر لي. بصراحه يا بابا ماما كانت بتذاكر لي احسن من حضرتك. وهي فين ماما؟ لسه برضه مش عايزه تاخد اجازه وتطلع معاك على اسكندريه. انت مش عارف الموضوع اسكندريه ده؟ مفيش حاجه يا بابا ما اعرفهاش في البيت ده. بقى كده؟ لا، في المسائل اللي انا بشرحها لك دي الحاجه الوحيده اللي انت ما تعرفيهاش. مساء الخير. مساء النور. اتفضلي اشرحي لها انت. للدرجه دي كنت مضايقه بابا يا ريم؟ هو انا زعلانه عشان انت اتاخرتي. خلاص مفيش تاخير بعد كده. تقصدي ايه؟ انا فاضيه لكم من بكره. حامد وافق على الاجازه؟ حتى لو ما وافقش كده كده هاخدها. وقضايا عصام الكاشف؟ ماليش دعوه بيها. شكلك في حاجه حصلت. لا مفيش حاجه، انا داخله حاطه شنطتي. رانيا قشطة يا عم، اديك هتطلع تتصحى اسبوع حلو على الزغلولة. زغلولة؟ انت جايبة الكلام ده منين؟ انت ما بتشوفش افلام سيما؟ سيما؟ انا جاية اسلمك كل الشغل اللي معايا قبل ما اطلع اجازة. ايه ده؟ انت خدت اجازة؟ ايوه، انا قدمت طلب اجازة للاستاذ حامد. صباح الخير مدام نوال. انت لسه فاكرة اسمي اهو. طيب اجيب لكم اتنين شاي واسيبكم تتكلموا على راحتكم، عند اذنكم. اتفضلي استريح. عصام بعتني ليكي مخصوص عشان مش عايزك تكوني زعلانة منه. والله؟ فيه الخير.
معلش اعذري، اصل يعني ما كانش متوقع ان الاستاذ حامد يبعت له محاميه. ست ما انت ست ومديرة مكتبه. يا ستي انا مديرة مكتب في زي كتير، لكن المحاميات يعني مش كتير قوي. عشان كده كنت مستنيه منه معامله احسن من اللي شفتها. يا ستي معلش صدقيني والله المعامله اللي هتشوفيها منه بعد كده هتنسيكي اي حاجه وحشه هو عملها. مفيش داعي، ما اعتقدش اني محتاجه اجرب من جديد. وبعدين بقى بقولك ده بعتني مخصوص عشان اصالحه. بلاش تعب نفسه، انا هخلي حامد بيشوف له محامي غيري. معقول؟ واضح انك مش بتسامحي بسهوله. انا اسفه، انا خدت اجازه ومش هقدر الغيها. صباح الخير. انت ايه اللي جابك هنا؟ يا مدام ما تقوليش صباح النور. لو سمحت بقى سيبني في حالي بقى، انا عندي شغل. ما انا مش عارف اتكلم معاكي في مكان تاني. ومش هينفع نتكلم هنا. طب قولي انت مكان تاني نتكلم فيه. بعدين مش وقته. خلاص انا مش هتحرك من هنا غير لما اخلص كل اللي عندي. حرام عليك، انت عايزني اتفت من الشغل؟ الشيفت بتاعك بيخلص امتى؟ كمان ساعة. خلاص هستناكي في الكافيه اللي جنبيكوا، لمصلحتك ما تتأخريش عليا. رفض اتصالك عن بعد. سيبك منها، واضح ان دماغها ناشفة. فعلا، عشان كده شكلها محامية شاطرة. مالك بتدافعي عنها كده ليه؟ أنا كده، في ناس بيخشوا قلبي من أول ما أشوفهم. دخلت قلبك بس أنتي ما عرفتيش تخشي عقلها. بص بقى، المشكلة عندك أنت، ولازم تلحقها وتروح تصالحها. وأنا فاضلها؟ لا لازم تفضلها يا أستاذ، عشان القضية البايخة اللي مرفوعة عليك. لك إيه؟ أنتِ عارفة كويس قوي إن أنا ما اتعودتش أعتذر لحد. مروحك ليها هيغنيك عن أي اعتذار. هي قالت لك كده؟ الحقيقة لا، بس أنا شفته في عينيها وفهمته. أيوة نوال، بس أنا يعني صعب أعرض نفسي لموقف زي ده. أنت بتقول إيه؟ دي ست ذكية جدا اللي يمكن تحرجك. طيب بكرة كده هبقى أشوف أي وقت فاضي وأعدي عليها. ما ينفعش، لأنها مسافرة لازم تلحقها قبل ما تسافر. عايز إيه؟ هنتكلم كده وإحنا واقفين؟ اتفضلي اقعدي. قدامك خمس دقايق بالظبط. ايه الكرم ده كله؟ انا مخطوبه وما يصحش اقعد مع حد غريب. وانا بقيت غريب؟ على فكره انت كده بتضيع وقت. الاهم ما تحكيش على نفسك، انت بتحبيني وما تقدريش تحبي حد تاني. هو ده بقى اللي انت جاي مخصوص عشان تقوله لي؟ الاهم انا ما اقدرش استغنى عنك. حتى لو صدقتك الكلام ده ما بقاش يفتح بيت. فرصه، اديني فرصه اخيره، هلاقي شغل واثبتلك اني استاهلك. انا اتقرت فتحتي وخطبت الشهر الجاي. ريهام، ريهام. كده بقى مالكش حاجه، كل الاوراق معاك واقدر اخد اجازتي براحتي. دي هتبقى اصعب اجازه في حياتي. ما تخافش انت قدها وقدود. سلام. موبايلك معاك في اسكندريه؟ ايوه معايا، لو احتجتني في اي وقت ما تحاولش تكلمني. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا بالنجم الكبير، نورت المكتب. شكرا. على فكره انا ما بفوتش ولا حلقه من برنامج سعادتك. بس يا ترى مدام رانيا بتتفرج برضه على البرنامج؟ ده ما فيش حد في البلد ما بيتفرجش عليه. كويس ان انا لحقتك قبل ما تخرجي، كنت عايزك في كلمتين. اكيد حضرتك تشرب شاي. ها هجيب لكم شاي. انا بس مش عايزك تزعلي مني، لما جيتي لي المكتب انا كنت مضغوط قوي. ما حصلش حاجه. اعرف انك سامحتيني لما تقبلي القضيه. اسفه مش هينفع، انا دلوقتي في اجازه. سيبي لسه زعلانه مني. الحمد لله اصطلحت لوحديكم غير ما اصلحكم بنفسي. يا حامد بيه انا متاكد ان مدام رانيا طيبه جدا وقلبها ابيض وبتنسى بسرعه. طب يلا بقى ما نضيعوش وقت وابداوا الشغل حالا. بلاش الجوب دي. هو انا كل ما احط لك حاجه تقولي لي مش عاجبني ده ومش عاجبني دي؟ انا حره مش عاجباني. يظهر ان الدولاب كله مش عاجبك. وانت مالك يا محمد، هو دولابي ولا دولابك؟ انا هخلي باباك يجي يشوفني صرفه معاكي. ايه في ايه؟
في ايه؟ مالك بتزعقي ليه؟ وحتى البنت ما خلصتش منك وبتزعقي لها يا مفتريه؟ هي اللي طالعه عصبيه، يظهر انها وراثه. انت بتقولي ايه؟ بقول يا ريت حضرتك تحضر لها شنطتها بنفسك عشان تسمع كلامك. ماما سهيل بتعرف تحضر لي الشنطه. سيبك من شنطتها دلوقتي وخليكي في شنطتي. مالها شنطه حضرتك هي كمان؟ نص قمصاني مش موجوده في الدولاب. ايوه المدام بعتتهم للمكواجي. وفين الزفت المكواجي ده؟ ما جابهاش ليه؟ وفين نمره تليفونه؟ المدام بس هي اللي معاها رقم تليفون المكواجي. بعد اذنك. ايه ده؟ انا ما شفتش كده. وما فيش حد يعرف حاجه في البيت ده غير المدام؟ ما تنرفزش نفسك يا بابا، اتصل بيها وهي هتديك النمره. ماشي يا لمبه. الو. ايوه حبيبي، انت فين؟ وايه اللي معادك هناك لغايه دلوقتي؟ هخلص الشغل اللي في ايدي واكلمك. هبقى اشرح لك بعدين. يا بهاء انا معايا ناس. ماشي، باي باي باي. كنا بنقول ايه؟ واضح ان انا معطلك. لا ابدا، بس جوزي ما يعرفش ان انا لغيت الاجازه. تفتكر هيزعل مني لو عرف ان انا السبب؟ افتكر هيزعل مني انا. خلاص، يبقى انا بقى هكلمه واشرح له قد ايه انا محتاجك في القضيه. انت تعرفه؟ من كتر القضايا اللي رفعتها واترفعت عليا، مفيش رئيس نيابه في مصر ما اعرفوش. انا هتفاهم مع بهاء، خلينا احنا في القضيه. حاضر. هجيب لك كل الاوراق اللي انت طلبتيها، هحاول بجد. مش بس تحاول، الاوراق دي لازم تبقى موجوده عندي في خلال 3 ايام. ايوه بس لو ما قدرتش يعني. هنضطر ناجل القضيه. تفتكري هكسبها؟ ان شاء الله لو جبتلي الاوراق المطلوبه. صلاح، لقيتك ما بتردش عليا وقلت اجي هنا بنفسي عشان اسمع ردك. ردي انا بلغتهولك من زمان، طلباتك كلها مرفوضه يا صلاح فكان. دي اخره شغلي معاك طول السنين اللي فاتوا عصام بيه. انت اتعلمت مني الصحافه، بس ما اتعلمتش مني ازاي تعامل رؤسائك. رئيسي واستاذي على عيني وعلى راسي، بس برضه لازم تديني حقي. حقك وصل لك من زمان. لما جيتني الجورنان كنت عايز تشتغل اي حاجه، ان شاء الله موظف في قسم الاعلانات. ما كنتش تحلم ولا تتوقع للمكانه اللي انت وصلت لها دلوقتي. وسعادتك برضه ما كنتش تتوقع ان انا هعمل كل اللي انا عملته لك ده لحد دلوقتي. لو مش عاجبك الشغل معايا تقدر تشتغل مع اي حد تاني غيره. ماشي، بس يكون في علمك انت مش هتقدر تشتغل من غير صلاح الفكهاني. فوق. انا عصام الكاشف قبل ما تيجي، وهفضل عصام الكاشف حتى بعد ما تمشي. يا رانيا، كلم المكواجي خليه يجيب بيت القمصان عشان احنا اتاخرنا. ايه يا حبيبي، يلا حضرت شنطتك؟ بهاء، انا عايزه اقول لك حاجه، بس يعني يا ريت يا ريت ما تتعصبش وما تزعقش. انا مش هقدر اسافر معاك. ليه؟ انت مش قلتي ان انت رايحه تسلمي الشغل؟ بصراحه كده كان في سوء تفاهم بيني وبين عصام الكاشف، والراجل طلع زق قوي، جاي المكتب واعتذر لي. سوء التفاهم المزمن اللي بيني وبينك. يا بهاء، قدر ظروفي، حط نفسك مكاني. القضيه دي بالنسبه لي هتبقى اكبر قضيه في حياتي. متهيألي إن أنت عندك حياة تانية المفروض برضه تهتم بيها. الأجازة يا حبيبي ممكن تتأجل، بس القضية دي مستعجلة وأنا ما أقدرش أضيع الفرصة دي. للأسف يا رانيا، أنت ضيعت كل الفرص اللي أنا اديتها لك. ناقص تحطني ورا القفص وتطلب لي أقصى عقوبة. العقوبة أنا هطلبها لنفسي، لأني سمحت لك من الأول إنك تنشغلي عني وعن ريم. تهمة باطلة، مش هتقدر تثبتها عليا. بس اقدر اخيرك ما بين بيتك وما بين شغلك. يعني ايه؟ يعني بيتك في كفه وشغلك في الكفه التانيه. هو ده ميزان العدل اللي بتقف تحته في المحكمه؟ العدل انك تدي البيت ده حقه. في مليون واحده ممكن تبقى محاميه، لكن انا وريم ملناش غيرك. خيرني يا بهاء. أنا عارف إن الامتحان صعب، بس للأسف مش هقدر أأجله أكتر من كده.
يا ماما. ليه؟ تعالي هنا. قلت تعالي هنا. بس ماتش مهم قوي. مش استاذ يا ابني قبل ما تغير المحطه يا عم. ده ماتش حلو قوي، احسن من فيلم المحنط اللي بتتفرجوا عليه. احنا بقى كان عاجبنا فيلم المحنط اللي مش عاجبك ده. يا ساتر عليكوا، حتى التلفزيون بتتخانقوا عليه. ما حضرتك مش عايز تجيب لنا تلفزيون تاني. يبقى اشتغل يا اخويا واشتريه بفلوسك انت. وانا كل ما اكلم حد يقول لي اشتغل اشتغل. رانيا، ده انا لسه كنت هكلمك حالا. ده يا بنتي واقفه كده ليه؟ انا جاي اقعد عندكم شويه يا بنتي. انا عايز تهدي خالص علشان نعرف نفكر معاك. هاخد عني يا بابا، فهمني ان هو موافق على شغلي ودلوقتي بيخيرني ما بينه وما بين الشغل. والاختيار صعب صحيح، لكن ده جوزك يعني المفروض اكتر واحد فاهم شغلك بالنسبه لك مهم قد ايه. سايبني 10 سنين بزرع في شجره ودلوقتي عايز نقطعها بايديا. انا متاكد ان ام حمديه اللي ورا الازمه دي كلها. لا يا بابا، بهاء مش صغير علشان يسلم ودانه لامه. انا متاكده ان هو بيعاقبني لاني ما رضيتش اسيب الشغل عند حمد مختار. معلش ما تستعجليش، ده مستقبلك ومستقبل بنتك. وزي ما انت خايفه على شجره الشغل لازم تخافي على شجره البيت. لو انت كنت مكاني كنت عملت ايه؟ كنت عملت اللي انت عملتيه عشان تهدي خالص وتسيبيه هو كمان يهدى خالص وبعدين يفكر كويس ويوافق على شغلك. انا قلت نفس الكلام لبهاء، الاولاد محتاجين يهدوا شويه. وبعد ما يهدوا يا كامل
خبيش عليك يا عثمان، رانيا لو سابت الشغل عند حامد مختار نبقى حلينا نص المشكلة. مش هتفرق كتير، هو عايزها تقطع الشجرة وانت عايزها تزرعها في أرض تانية. شجرة ايه؟ انت عارف رانيا كويس أوي، مفيش حد في الدنيا ممكن يلوي دراعها ويملي عليها رغباته. أنا عايز أحافظ لها على بيتها وبنتها. بيتها وبنتها محتاجين لها زي ما هي محتاجاهم بالظبط، وهي مش هتطاطي عشان خاطر رين. أول مرة أشوفك منفعل بالشكل ده. وأنا أول مرة أشوفك بتقول كلام من ورا قلبك وعقلك عشان تراضي ابنك يا كامل. اتفضلي يا ستي، أدي كل الأوراق اللي طلبتيها وفي يومين بس مش في ثلاثة. برافو، كده نبقى جاهزين للقضية. ولو ان الاحسن ما يكونش في قضيه. يعني ايه بقى؟ يعني تتصالح مع شوكت زاهر ونخليه يتنازل عن الدعوه اللي رفعها ضدك. اه يعني هو يتنازل عن الدعوه وانا اتنازل عن الحمله وابيع الحقيقه علشان اصالح واحد زي اللي اسمه شوكت ده. لا، علشان تشتري راحه بالك. واعمل ايه بقى براحه بالي وانا ماشي جنب الحيط واقول ايه للناس اللي بتستنى البرنامج بتاعي عشان تعرف منه اللي ما بتعرفوش من غيره؟ عموما احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه، بس انا لازم اقول لك ان القضيه دي مكسبها مش مضمون 100%. وايه في الدنيا بقى مضمون 100%؟ يعني مش خايف؟ انا ما بخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقني واللي خلقه. بس واضح ان شوكت زاهر واللي معاه وراهم ناس اكبر منهم بكتير. هو انت ما سالتيش نفسك انا ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ بصراحه سالت نفسي بس اتكسفت اسالك. عشان يا ستي ما بقاش ملك زوجه أضعف بسببهم، واضطر علشان خاطرهم أصالح واحد زي اللي اسمه شوكت. كفاية كلام في الشغل، يلا يا جماعة الغدا جاهز. غدا؟ لا معلش مش هينفع. لا لا لا، لازم تجربي أكل نور، أكلها تحفة، لولاها بقى كان زمان معدتي نشفت من أكل السوق. ولولاك برضو كان زماني باكل في بيتنا زي كل الناس، يلا يلا الأكل في مكتبي. معلش معلش عفوني. مش هينفع، هتاكلي معانا يعني هتاكلي معانا، ده أنا عاملة أكل يكفي المحطة بحالها، بس هتاكلوه لوحدكم، يلا. اتفضلي. ميرسي. ايه ده؟ مش معقول، دي وليمه. مش قلت لك اتفضلي اتفضلي. ميرسي. هما لو كنت عامله عزومه في البيت كنت عملتي ايه؟ بيت؟ هو انا بلحق اشوف البيت منه؟ ميرسي. عشان يبقى عيش وملح. وصل. حاضر. دوقي بقى وقولي لي ايه رايك. تعملي ايه يا حمديه؟ رايحه اقعد مع ابني اللي قاعد حايس لوحده في البيت بعد مراته ما هجت وسابت له البيت. هي برضه اللي هجت وسابت له البيت؟ انا عامله لك اكل يكفيك اسبوع، ولو عايز تيجي تاكل معانا اهلا وسهلا. بلاش تروح البهاء يا حمديه. يا سلام. وليه بقى ان شاء الله؟ عشان يحس بقيمه مراته ويروح يصالحها. مين ده بقى اللي يصالح التاني؟ هي بقى اللي لازم تيجي لغايه عنده ووشها في الارض وتستسمحه عشان يسامحها، واذا ما عملتش كده بقى يبقى خلاص مش عايزينها، ما تلزمناش. اكيد انت اللي ضغطتي عليه عشان يخيرها ما بين البيت والشغل. وانا بقى متاكده ان باباها المحترم هو اللي ضغط عليك عشان البنت تصعب عليك وتخلي ابني انا اللي يروح يصالحها. بالعكس، انا اللي طلبت من عثمان انها تيجي على نفسها، مع اني عارف ان الحق معاها وما قصرتش في حق جوزها او بنتها. شفت اهو كلامك ده بقى اللي مخليها مستقويه على ابني. يا حمديه افهميني، ابنك نفسيته تعبانه ومحتاج مراته جنبه. مراته بقى هي اللي تعبته نفسيته. يلا يلا عشان توصلني عند بهاء. كمان يعني عايزاني اشترك في الجريمه وغصب عني؟ بجد يا نوال ما شاء الله نفسك في الاكل تحفه. يا حبيبتي ربنا يخليكي بالهنا والشفا. عارفه رانيا مين اللي كان دايما يقول لي كده؟ الله يرحمه جوزي. تعالي موريكي صورته. كل مره احط قدامه صنف اكل جديد يقول لي الله يا نوال اكلك حلو قوي، انا بحبك قد ما بحب اكلك. الله يرحمه، واضح ان دمه كان خفيف قوي قوي. من ساعة ما مات من 9 سنين
والله ما ضحكت من قلبي. الله يرحمه. وده ابنك؟ اه تامر ابني خريج هندسه. بعد ما اتخرج سافر كندا اشتغل هناك. ما شاء الله، طبعا بينزل اجازه كل سنه. كان بينزل. وبعدين اتجوز من هناك وخلف بنتين. وسافر بقى هجره. فين وفين بقى ما بيجي مصر او حتى يرفع لي التليفون يسال عني. اكيد الشغل واخده. ممكن انت تسافري له مش كده؟ كده. وانا فعلا سافرت له مرتين ثلاثه. وبعدين بقى ما بقتش احب اسافر. اصل بصراحه ما عرفتش اتعود على مراته. معلش لما تغيبي عنه هيعرف قيمتك. انت انا عرفتها مع عصام خلاص. عصام بقى كل حاجه في حياتي. بقى ابني وجوزي واخويا وحبيبي وزمايل في الشغل، كل حاجه بنعملها مع بعض. وانا كمان بقيت اهم حاجه في حياته سواء في البيت او في الشغل. ربنا يخليكوا لبعض. بس الحقيقه لو كان يتجوز كنت انا استريحت شويه. بس اعمل ايه؟ دماغه ناشفه قوي ومعاصلك. بس مصيري هجوزه. انت ما بتزهقش من الزني طول اليوم؟ خلاص الكلام اللي عندك قلتهولي، وانا الكلام اللي عندي قلتهولك. ما تتعبش نفسك وتتصل تاني لاني مش هرد عليك. ايه ده؟ انت لسه ما قطعتيش الصور دي لغايه دلوقتي؟ ريهام شيلي كريم من قلبك يا بنتي. يا ماما ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ريهام انا ما جبتش غيرك يا حبيبتي ومحدش هيفهمك قد. بس انت بقى المره دي فهماني غلط. طب ايه هو الصح؟ فهميني يا حبيبتي. الصح اني هتخطب لعلاء وهتجوزه اول ما نفرش الشقه. هتتجوزيه عشان عنده شقه واسعه ووظيفه محترمه؟ لا، عشان راجل عارف يعني ايه مسؤوليه وبيحبني. وانت بتحبيه يا حبيبتي؟ انا متاكده اني هحبه. يا ريت يا ريهام، يا ريت يا بنتي تقدري تحبيه بجد. انت ايه اللي غيرك كده يا ماما؟ انت كنت اكتر واحده متحمسه لعلاء. عشان كده صعبان عليا. خايفه تبقي معاه وقلبك مع واحد تاني ما يستاهلكيش. يلا بقى العشاء اللي انت بتحبيه جاهز. ماما ماما عند جد. يلا تعالي كلي عشان تعملي الواجب بتاعك. مش هعمل حاجه غير لو ماما تيجي. ما هو جاهز. ماما ما تجيش النهارده. امال هتيجي امتى؟ والله ما انا عارفه. امال مين اللي يعرف؟ في ايه يا ريم؟ بتزعقي ليه؟ انا عايزه ماما. وانا مش عارفني بقى ست مامتك هتيجي امتى؟ باجي اتخانقت مع بابا. ده ايه اللمضه دي؟ اتفضلي قومي كلي وانت ساكته. يلا يلا. مش هاكل ومش هسكت غير لو ماما تيجي. استني يا ريم لما تتعشي. بنت قالت الادب عدمت الربايه. بالعكس يا هاني، ريم كل الناس بتحبها. وانت مالك انت يا حبيبتي؟ عينك محاميه ليها ولا ايه؟ يا هانم لازم تعذريها، البنت متعلقه بمامتها ومش قادره تعيش من غيرها. خليكي في حالك. انت مالك انت؟ اتفضلي يلا على المطبخ. حاضر. صدق اللي قال البيت المتسيب يبان من شغالينه. يا ماما اهدي، البنت انت انفعلتي عليها وهي مش واخده على كده. طبعا. امال ايه يا حبيبي؟ الست امها مدلعاها. بس احنا ربنا بقى، انا موجوده دلوقتي وهربيها من اول وجديد. مش عارف الوضع ده هيستمر لغايه امتى. لا الست رسمها حلو قوي، قالت لك اسيب له البنت عشان يرز بيها، ولما احب ارجع له بقى ارجع له بشروطي انا. انا خلاص يا ماما هرجع البنت الرانيا. اوعى اوعى تعمل كده. ساعتها الهانم بقى هتقول لك يبقى قابلني لو رجعت لك. يعني انت عايزه ايه؟ اضغط على رانيا بريم
عشان ترجع بشروطي؟ جرى ايه يا حبيبي؟ مالك زعلان ومتأثر قوي كده؟ يعني اصل كنت فاكر اللي بيني وبين رانيا شريمه بس. يا خيبتك يا حمدي، يا خيبتك يا حمدي، على اللي بيحصل لك ده اضعف يا اخويا، اضعف اضعف وبوظ لي كل اللي بعمله. الو؟ ايوه يا ماما، وحشتيني قوي. انت ليه مشيتي؟ طب قولي لي انت هتيجي امتى؟ جيت عندنا وعماله تزعق على الفاضي. خلاص خديني معاكي عند جدو، مالها المدرسه؟ وانا يعني مش هعرف اروح المدرسه من عند جدو؟ اسمعي الكلام يا ريم، وما تزعليش بابا وتيتا منك. هاجيلك بكره المدرسه يا حبيبتي، هقعد معاكي لغايه ما البريك يخلص. لا طبعا يا حبيبتي، تيتا بتحبك، مفيش تيتا في الدنيا ما بتحبش احفادها. طب يلا يا حبيبتي تصبحي على خير. باي يا بابي باي. معلش معلش، ازمه وتعدي. انا مش صعبان عليا يا ريم، بس بتهيألي ان هي اللي هتحل المشكله. اخ، قلتليش تعمل ايه في شغلك؟ يعني اهو ماشي. لسه مش عايز تدي دروس خصوصيه؟ محدش عايز نديله دروس، عشان بشرح كويس في الحصه. يبقى اكيد ربنا هيوفقك ويرزقك من ناحيه تانية. يا رب. قولي لي، هو عصام الكاشف جدع في الحقيقه زي ما هو في التلفزيون؟ في الحقيقه هو اجدع شويه. طب كويس قوي، انا برضو قلت كده. يعني انت لو طلبتي منه يشغلني معاه يوافق؟ هتشتغل معاه ايه؟ اشتغل معاه معده في البرنامج بتاعه. انت عارفه انا بحب الصحافه من زمان. هحاول لو لقيت فرصه هكلمه. يا ريت يا رانيا، يا ريت. انت عارفه انا داخل على جواز، ومهما طالبها ما بتخلص. ما لو بتحبك صحيح هتمشي على قد امكانياتك. قلت لها كده كتير قوي، قالت لي لو بتحبني بجد كبر امكانياتك. انت بتحبها فعلا؟ اه طبعا. سالتش نفسك بتحبها ليه؟ هو الحب فيه ليه يا رانيا؟ الحب اللي بيدوم لغايه الجواز وبس ممكن ما يكونش فيه ليه، بس الحب اللي بيدوم لبعد الجواز اكيد فيه مليون ليه. أنا عمري ما هفهم اللي بتقوليه ده خالص غير لما أتجوز فعلا. يبقى هتفهم متأخر. بس ده ما كانش رأيك في مها قبل كده. أصلها ما كانش عندها التطلعات دي لما اتخطبت لك. واللي بيخبي حاجة في الأول بيخبي حاجات كتير بعدين. حضرتك قريت مذكرة الدفاع اللي كتبتها في قضية عصام الكاشف؟ ثلاث مرات. أول مرة عشان أعرف أنت كتبتي إيه. تاني مرة عشان أدور على الثغرة ما لقيتش. وتالت مره عشان اعرف انت وصلتي المستوى ده ازاي. مش للدرجه دي يا استاذ، كده كتير عليا قوي. انت فعلا بقيتي محاميه يعتمد عليكي. بس حضرتك بتعتمد عليا من زمان. لا بس الاعتماد المره دي له شكل تاني. تقصد ايه يا استاذ؟ القضيه دي انت اللي هترفعي فيها في المحكمه. مش معقول. مش معقول ليه؟ انت مش هتقولي في المحكمه اكتر من اللي انت كتبتيه في مذكره الدفاع. بس دي هتبقى اكبر قضيه ترفع فيها في حياتي. قدها. يا ريت يعني يا استاذ تفكر تاني. انا مش خايف منك ومش عاوزك تخافي من نفسك. بس انا خايفه، هو عامله زي اللي بيتعلم السواقه لاول مره وهينزل يسوق في شارع زحمه ولوحده. ما هو مش معقول اللي علمك السواقه هيفضل قاعد جنبك طول عمرك. يا استاذ انا هنا سايقه بعصام الكاشف والناس كلها هتبقى مستنياني اوصل بيه لبر الامان. عشان كده انا قررت اديك الفرصه دي، وانا متاكد انك تستاهليها. بس يا رب عصام الكاشف ما يكونش قلقان مني. أنا مش قلقان خالص. أنا بعد ما قريت مذكرة الدفاع اطمنت لك واطمنت على نفسي. حقيقة عجبتك؟ جدا. أنتِ عارفة إن أنتِ ممكن تبقي صحفية كبيرة أوي؟ أنا؟ لأن أفكارك مرتبة وأسلوبك حلو أوي. خلاص، لو كسبت لك القضية شغلني معاك. على فكرة أنا مش بهزر، أنا بتكلم بجد. أنا فعلاً هشغلك معايا وعارف كويس أوي إن أنا هستفيد منك. على فكرة أنا عندي حد ممكن تستفيد منه. يا ترى مين؟ أخويا أحمد، معجب جدا ببرنامجك وبيحلم من زمان يكون معد برامج. ويا ترى بقى أسلوبه حلو زيك كده؟ وأحسن مني كمان. تليفوناتي كلها معاكي، خليه يكلمني في أي وقت. ماشي. ياه، ده أنا اتأخرت قوي على ريم. هو أنتِ رايحة لها المدرسة؟ آه، ويا رب ألحقها قبل ما تمشي. شكلك ماشية.
طب كويس، وصليني في طريقك، اصل عربيتي في الصيانة. ايوه بس كده هتعطليها. بالعكس كده هتونسني اكتر. يلا يلا يا نوال. يلا حاجة. شكرا. باي. سلام ورحمه الله. خدي تعالي. رايحه فين؟ مروحه ايه؟ اتوبيسك لسه ما اتحركش. لا ما انا مش رايحه البيت، انا رايحه عند جدي. ومين بقى اللي هيوديك عند جدي؟ ماما واقفه بالعربيه عند نص الشارع ومش عارفه تخش من الزحمه. زحمه؟ وهتعرفي تروحي لها لوحدك؟ امال يا عم متولي، هو انا صغيره؟ طب تعالي كده اهو شويه على ما افتح للاتوبيس ده واروح معاكي لحد ماما. يلا. الله، هي راحت فين؟ تاكسي. عايزه اروح الدقي. فرصه تتعرفي على ريم. هي صحيح شقيه شويه بس دمها خفيف قوي. ربنا يخليها لك. ميرسي يا نواس. السلام عليكم يا عم متولي. وعليكم السلام ست هانم. ده ريم مشيت راحت لك على الناصر. راحت لنا؟ ايوه، قالت لي ان حضرتك هتوديها على جدها وانت مش عارفه تدخلي الشارع من الزحمه. انت ازاي تسيبها تمشي لوحدها؟ انت مجنون؟